ليا محطتنا التالية رح تكون ضمن فعاليات مهرجان الشام بتجمعنا اثنين، وأكيد اليوم رح نضوي على أحد الأجنحة ورح نكون مع عالم الهاند ميد لنحكي شوي عن هي المشاركة وإقبال الناس وشو الجديد عم بيكون بعالم الهاند ميد. أكيد بيسعدنا نرحب بعايدة نبي. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح الإخبارية، المشاهدين، قائد وجيش الوطن وشام تجمعنا. أهلا وسهلا فيكي. يعني اليوم عايدة ضمن مشاركتك بمهرجان الشام بتجمعنا للمرة الثانية ويقام للمرة الثانية على التوالي، خلينا نحكي عن هي المشاركة، قديش مهمة لإلك وشو أضافت لإلك ولشغلك؟ حقيقة كتير سعيدة بمشاركتي اللي هي الأولى. شاركت بمعارض وبازارات كتيرة بس بشام تجمعنا الأول مرة. هي فعالية بتستقطب مهن كتيرة، حرفيين وصناعيين وتجاريين، يعني نعم جمعت كل المهن. أنا مشاركتي كحرفية يعني ضمن مجموعة الحرفيين الإكسسوارات، بدأت يعني بالإكسسوارات أني يعني هيك مثل انه محبه، هوايه بعدين ترجمتها لناحيه عمليه، ترجمت بكل قطعه فيها كيف بحب شوف الاكسسوار، درست اذواق يعني الشرائح المتعدده من الناس، شو بتحب شو ما بتحب وهيك، وعطيت اللمسه الخاصه اللي فيني مش ما بيقول عايده. رح نحكي عن هي اللمسه الخاصه ونستعرض مع بعض شويه منتجات موجودين هون. خلينا نحكي عن المواد اللي مستخدمتيها، الالوان شو اللي دارج اكثر شيء لهذا الصيف؟ هلا انا ما بعتمد انه شو دارج شو مو دارج، بشكل انه يلائم كل الاذواق، وبعتمد عمليه الدمج بين الاحجار، يعني كافه انواع الاحجار الكريمه مع الكريستال مع يعني كذا نوعيه، بحيث يعطي عن ابرز القطع اللي هون بتحبيها وبتحسي يمكن اخذت فيها فكره حبيتي توصليها او فيها مجهود معين. حجر الكريستال والعقيق كثير حبته العالم، يعني انا عامله عمليه هالمزج الالوان اللي بتمشي، يعني الاسواره هلا العقيق اي وحده اللي من طرف حضرتك فيها كل الالوان فيها، يعني خليط الصيف فالناس كثير حبت هالاساور. عملت شيء رجالي كمان، يعني هدول الوان صيف يمكن بيلبقوا لكل شيء كثير حبتهم العالم، كثير صار اقبال عليهم هون وشراء، يعني سعرهم مناسب كان لكان هو يعني يعني الدراسه التسعيريه كانت انه لكافه الشرائح. يعني خلينا نحكي عن الخواتم الموجودين كمان. هيك ناخذ يمكن نستعرضهم على الهواء، ناخذ قطعه منهم. هي الخواتم هيك بيلبسوها لقدام ولا لورا؟ اي تمام، اي ما بتفرق. ايوه هيك اوكي تمام. هي قياسات كذا، هي قياسات قياس صغير بس شو موديل غريب من ورا جلد. انا اعتمدت موديلاتي بين الكلاسيكيه والعصرنه، يعني لما رجعت الحركه والنشاط فعاليات على البلد، يعني تابعت شو أهم الموديلات برا بالأسواق برا، ضمن الإمكانيات اللي المتاحة لنا. بتعرفي طالعين من أزمة، يعني المواد الأولية بتبقى ناقصة، ضمن الإمكانيات المتاحة لنا أنا اشتغلت على الإكسسوار. يعني خلينا نحكي عن هدول اللي بين إيدي، هيك حجرتهم غريبة لون أسود، هدول شو؟ هدول أساور رجالي، يعني صار كثير إقبال عليهم كمان، يعني هي أنا جبت ضمن يعني الإمكانية إنه البنات والشباب لا هي رجالي حصرة، وهي رجالي أيوة رجالي. هي شو الحجرة شو؟ غريبة شوي، هي مثل يعني شو اسمها حجرة؟ ما يعني مثل اي ما في اسم، يعني صراحه ما في اسم. احد الاحجار يمكن الصناعيه. ايه. تمام. شوفي اسا هيك منتجات يمكن بتحسي انه يعني تميزت فيهم، يعني هي مثلا عندنا الاحجار كريمه المكسره، هي بتجي مثل يعني شيء انا مقصصته عملته
يعني مبتكرته خلينا نقول. يمكن الالوان اللي غالبه اكثر شيء هو الفيروزي، الازرق، الكحلي، هي الناس الالوان اللي في الغابة دائما دائما المطلوبه يعني. كمان خلينا نشوف عن هدول تمام، يمكن فيهم فكره كمان. هي الاطواق كمان الناس كثير حبتها، فيهم هي النقشه الشرقيه تمام تمام. يعني كيف عم تحسي اخبار الناس اليوم على هاي المنتجات؟ الناس كثير مبسوطه، وانا يعني يعني هاي الفتره فتره الصيف هي يعني ملتقى لكل الناس، تجمع يعني قبل المدارس خلينا نقول. ولاحظت كمان اقبال ضيوف من البلدان العربيه، يعني كان في كثير، كان في من مصر، كان في من الاردن، من لبنان، باكستان، روسيا، ايران، يعني وكان كثير يعني مبسوطين باللي عم يشوفوه. يعني عايدة يمكن منتجات كثير حلوه كثير قريبه، هاي منتجات انا واختي مصممينها يعني سوا، تساعد اختي حرفيه كمان رشا، فنحن تساعدنا سوا بتصميم الاكسسوارات. عايدة نحن يعني ضمن برنامجنا الصباحي منحب نضوي على المواهب اكيد وندعمها، وخاصة المشاركة ضمن مهرجان سوريا شام بتجمعنا. يعني بدنا نشكرك كثير، انا بدي اشكركم كثير على اللقاء وبدعاية التلفزيون السوري، ان شاء الله كل عام وانتم بخير، ودائما التلفزيون السوري بالمقدمة يا رب ان شاء الله. شكرا، شكرا كثير لك وكل التوفيق.